السلام لزامي، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. كديري الشوشره. كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم انا عرض على صحاباتي، اليوم احنا عرضنا خولة، اخيرا عرضت عليهم حيت ساكن ديما كيعرضوا عليا. صراحه كنعرض عليهم وما كنصورش فيديو، اليوم غادي نبارطاجي معكم كيفاش غادي نعرض عليهم. عقلت شوف واحد الفيديو كنت قلت لسلام غادي نعرض عليكم وغادي نصايب لكم دجاج محمر وداك الدجاج حيتو اليوم قلنا الزبيب والعسل محمر التغميره. لا غندير لكم سوربريز، ما بغيتش الدجاج محمر الدجاج ما بغيت ما تصدقش كي غادي نعرف تقلبوا فيه. ايوا غنحل نتك صاحبتي، غادي نحل نتك. كيفاش غادي يجي؟ ولكن اليوم غادي نحل نتك. اصلا في ديك الفيديو قلت لك غادي نحل نتك، اليوم غادي نحل نتك. كيفاش تخيل؟ المهم اليوم غادي ندير لهم دجاج محمر. تحرقي لينا عاوتاني؟ لا والله ما غادي تحرق، غير جيبني هادي اول اكسبيريونس ديالي مع دجاج محمر. عمرني ما صايبته الصراحه، كنت صايبته واحد رمضان، هذا رمضان اللي فات درت واحد خط محمر راسي وجبني تما، عرفت راسي غنقدر نصايب دجاج محمر. المهم خليكم معانا، دابا غادي نصايب لهم دجاج محمر وغادي تشوفوا الطريقه ديالي. ما بارطاجيش معكم البارح كيفاش نصايب دجاج. حطوا لي داك الفيديو ديال لا عرفتي الدجاجه مسكينه تكرست علاش هضرت تقول الله يخزك الحق. حق الله العظيم انا بغيت ندير راسي زعما، هادي بغيت نقي الدجاجه والله ما كاينش عليا ندير راسي في الدجاجه نطيبها تكرست علاش مسكينه. المهم دابا غادي نوريكم كيفاش كنصايب انا الدجاج محمر، حيت انا خطيره اللي صايبتي كتجي بنينه. اش كتجي بنينه؟ هما الطريقه ما خديتهاش من يوتيوب، خديتها من الوالده. ما تعرفش غادي يجيب لي؟ لا صراحه خالتي كتصايب ما كتبنينه، ولكن انت صراحه انت ما عرفتيش كيفاش غادي. والله غادي يجيب لي ما يمكن. طيب كتصايبش لك ما كتبنينه؟ مره واحده صايبت لي واحد البصله بالزبيب بنينه. المهم الزعمي خليكم معنا باش تشوفوا هادشي كيفاش غادي يدوز. دابا غادي نوريكم اول حاجه كديروها فاش كتبغيو تصايبوا الدجاج محمر. كنقطعوا البصله، البصله ديما كنبداو بها. ما قلتش شي حاجه. المهم خليكم معنا في الفيديو ديال اليوم. المهم دابا لازم غادي نقطع البصله في هادي، غنقطع بزاف ديال البصله، شي كيلو ديال البصله باش تجي الدغميره كثيره، يجي داكشي بنين فهمتوا. حيت الدجاج محمر خاص تكون فيه الدغميره، والدغميره خاصها البصله بزاف. شوف دابا انا كنشرح لكم بلا ديتاي حيت عارفه كاينين البنات صغار، بنات اللي عندهم 13 عام 14 عام يكونوا ما كيعرفوش يطيبوا ماشي كلشي، ولكن زعما يكون الاغلبيه بحالي انا فاش كانت عندي 13 عام كان بيني وبين هادشي الخير والاحسن. ولكن انا بغيت نوريكم البنات بان هادشي ساهل وتقدروا ديروه، وشي نهار تصدموا مواتكم وديروا لهم دجاج محمر. البصله غادي نشلطو عادي، الطريقه ديال تقطع ديال البصله انا نوريكم. نقطع كيلو ديال البصله، وانا مشيت جبت الفريز دابا وغادي نصيب واحد الصراط ديال الفريز وريبيتها هي كتجي بنينه. انا غادي نغسل الفريز وغنقادو وصافي نوريكم من بعد. خاولك تكرد البصله. ايوا يا زعما شوفوا عيني من بعد كيلو ديال البصله كي ولا قالك باقي غير الفريز ما كاينش. سلمى كتصايب واحد السلطه ديال الفريز. سلمى حاد كتباركو نري اليوم صدماتني الصراحه، كتصايب سلطه ديال الفريز نعرف عليك عرفتي. نقات الفريز وتعذبت حيت الفريز طلعت نقات الفريز وغسلات نري. دابا كتقطع فيه وغتزيد عليه السيده وريبي تبان لي معليه. صدمتيني صدمتيني كيفاش زعما تخلعي ما والو ديما على هاد. المهم شوفوا تبارك الله انا شحال قطعت كيلو ديال شحال نقيت ديال البصله. المهم الطاجه ما عمرتش البصله. دابا من بعد ما درت البصله غادي نحط الدجاجه وغادي نوريكم هذيك الاقامه اللي كنديروا لها وصافي. ماشي ندخل نسمع الاوديو ديال ماما في واتساب. قلت لماما شوفي صيفط لي اوديو باش مابقاش نسولك كل مره نبقى نسمعو ونتفكر. ندخل نسمع الاوديو نشوف شنو غادي ندير دابا ارجع لكم. المهم شوفوا المنظر ديال عيني كيفاش ولا. كيلو ديال البصله هذه عمرني ما كانت، يعني ممكن نقي بصله جوج كيلو ديال البصله خرج لي على عيني. المهم دابا قالت لي سمعت الاوديو غادي نقطع الحامض مصير، غادي نقطعو طريفات صغار وغادي نديرو مع البصله. دري من الدخلاني ديالو. كيفاش من الدخلاني ديالو؟ غادي نقطعو وغادي ندير الربيع والثومه حتى هي غنحكها، وغادي ندير الملحه سكينجبير. المهم داكشي انا غادي نوريكم كيفاش كنديرو. لا جابينا شي طيبوه. شوفوا الدجاج محمر راه ساهل والله. يا ربي غير جيبني باش يجيبني. غير جيبني باش يجيبني يجيبني تجي بنين او قولي الحقيقه. لا سير قولي الحقيقه هاد المره. قولي الحقيقه نفس قرصي تقولي لي قولي. لا والله انا عمرني قرصتك
حسيت واش قصيري دري شوف عيني كي ولا عاد عيني ما قدرش نحلهم مع الشمس في الكوزينه كحس بهم كيحرقوني. المهم لي زامي دابا غادي نوريك غدا في الفرايز دابا قالت لي سلمر باقا في الفرايز نص ساعه وي كتنقي انا غير تبدا شغل يبقى الفرايز دابا درت الدجاج والبصله غادي نزيدو عليهم زيت العود وغادي نزيد عليهم الربيع والثومه والحامض مقطع شوفوهم بحال هكا وغندير لقامه اللي هي البزار سكينجبير والخرقوم صافي غير هاد الثلاثه والملح راه اصلا الدجاج كيكون مالح حتى نشوف في الاخر باش غادي ندير الملح وغادي ندير كنار نص كناره وغادي نزيد معلقه صغيره ديال السمن ودابا غادي نزيدو شويه ديال هاد السمن وصافي وغادي نديرو الماء وغادي نخليو الدجاج طايب دابا غادي نزيدو شويه الماء تعمرك هيا سلمى دابا غنوريكم كيفاش كتصايب الصالون نبدا نقطع الفراش ديالنا على طريقه مربعات كنزيدو السنيده نتوما كنتو كتبعوا الحلاوه غير قلنا كثرت اولا صاحبتي شحال هكا هكا صافي تي مسطيه صافي هي ديك خدو جوج درهم ديال السنيده ودير ديك شوفوا ما ديرش على هادشي اللي كدير سلمى لا والله ديروا غير شويه السنيده واش انا شي حاجه راني هي صحيح هي تقول لي بديت دابا قلت لها ما ديرش عليا مري كوبيتي عليا الله يعطيك الصحه حسيتي عرفتي شحال يجي الرايبي الثالث تبارك الله عليك وخلاص وغتخلطي هادشي بغيتي ثاني معلقه خلطي خلطي راه شي شحال دري انا حاسه بها بنينه فرحانه اول مره غندير قلت لماما عرفتي ساعه ساعه وهي كتصايب هادشي والله حتى ساعه من بعد كنخلطو كنخلطو كنا جبت اربعه طريبيات لا 10 عرفتي شحال كتجي بنينه دابا راه معلقه واجي دوقي ايوا جربوها وردي على سلمى الخضر عرفتي غادي تجيبكم والله ومره جينا واحده ديال الخيار مره جينا واحده اخرى ديال الخيار تي هي كتجي بنينه ديال الخيار اه دخلت الخيار دابا حتى ما بتندري نديرو ورا عليك وتي دوي بشويه باش يفهمك الله يعطيك غبر انا ما فهمتش الخيار شنو من ورا عليك الخيار دابا من السوس المره الجايه فاش نكون باغي والله انت دابا قلتي تي الخيار ودابا من السوس والله ما سمعت دابا من السوس فاش قلتي يلا عاد مري بنينه صافي عطاني نذوق دوقين دوقين المهم دابا شفتوا داكشي كامل هذا دابا غادي نسدو على الدجاجه باش طيب الى اللقاء يا دجاجه دابا غنسدو عليها ونخليوها طيب وغادي نوريكم كيفاش كنديرو باش نحمروها شفتوا الدجاج محمر شحال ساهل شوفوا عيني انا بقاو ليا منفوخين بالبصله اثرت لي البصله على عيني المهم لي زامي ما تنساوش الا كان كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات تخليوها ليا في الكومونتير و تخليو لي الراي ديالكم بغيت وحشتكم بزاف بزاف وقرب ندير لكم واحد ستوري تايم زوينه وصافي وكنتمنى تكونوا زعما البنات اللي ما كيعرفوش يديروا دجاج محمر يديروا انا دايره اول مره زعما اول مره غندير دجاج محمر فايتي درت ها فخد محمر صافي دابا غادي ندير دجاجه محمره هادشي انا اول مره وغادي تصدق عادي دابا بقى لي نصايب الفريج نقي بطاطا باش ندير الفريج والبنات غادي يصايبوا السلطه ماشي مشكل واخا عارض عليهم يعاونوني عادي حتى انا كنعاونو فاش كيعرضوا عليا صافي هادشي اللي بقى لينا غادي نديرو وغنشوفو داكشي كيفاش غادي يجي في الاخر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ما تخليهمش يضحكوا عليا صاحباتي من الصباح وانا كنقول لهم داكشي غيجي بنين غيجي بنين يا ربي يجي بنين وصافي البنات باش اللي جابني حتى نتوما تكونوا شفتوا الطريقه وتعلموا ليه فهمتوني دابا حنا نقرب لنا ساليب هيا الدجاجه شتو كطيب تبارك الله عليا ريحه عاطيه الصراحه والله شي ريحه عاطيه ونحس بانها شوفه فاش تي انا حاسه بها تكون بنينه
المصدمتيني فيك صدقتي حاد كاع انا ممكن باش نعاق عليكم صافي بيلا صاحبي صدقتي حاد كاع درتي فريز ساعه والبطاطا نقيتيها في ساعه عجبتكم خاصكم تجربوها تردوا عليا كيجيب بزاف جيبي شي بدا وقيلا انا ما خفتش انا الطباخه سخفت شي وحشه درت فيها ساعه اكثر من بنينه فيها بنينه صاحبتي حسيت بها بنينه انا كنحس بالماكل قدرت نشي معلقه اجي شي طوقي انا كنش نتوما بحال انا كنت غنضرب نفسي واحد كل ديال الفرايز وغناكل بوحدي انا معلقه فرايز والله يتعب بنين الصراحه غير بنين شوفوا قلت لك انا مش نجي اعطيني الله يعطيك الهبه عمري المعلقه جعانه زيديني باسي ايش كنت عطاني بسقة نجمك الله عليا ياك ما شغل عليا الدجاج الله الله دجاجة في عرنا الله الله دجاجة في عرنا دجاجة مري الريحة واع على الريحة دابا هي ديال ربي 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 شو صار يا ربي شو صار يا ربي يلا دوري دوري حبيبي كنتي في عرض الله نبرس الله واش نحيدو من هاد الشات من اول تجربة هادي واو صراحة انايا ما عرفتش راسي مسوسة صاحبي مسوسة حنا نديرو الملحة في الطغمة دابا راني ندهنوه بالزبدة الدجاج فاش كنبغيو نحمروه كندهنوه بالزبدة مزيان وصافي وكندخلو يتحمر وما عندناش لا رجلا كنت مفرقة ترى شي خايف من البيض دابا انا كندهن في هاد الزبدة باش تحمر لو كان عندكم الموطور ديروا الضوء ها ويلا قادي 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 باش نبغيو نحطوه ما نلقاو ما نحطوه وتحرك كيما بزاف تقراوي تمسكي الشمس خير صافي صافي ودابا غادي ندخلوا الدجاج للفران دخل الوقت كنت في الدجاجه غندخلوا الفران باش يتحمر وانا كنعطيها الراي ديالي كنو رايح ما كتعرفش كنو راه كيفاش الدجاج وكيفاش دير ليها وما داكشي غيجبني انا حاسه بلي كنحس بحاجه جميله ما جاش مش الخياره جاب بزاف الخيار ستافي لا راه الخيار مقطعه ودابا كاين الشمس وانا كنتصور مع الشمس درا مسكار ديك الصلاه ديالك الباس لا خليها عندك اختي صافي دابا فاش حيد الدجاجه كنخليها هاد البصله تبقى في الطغمه خلاص كتبقى طيب طيب حتى كتولي حتى كتمشى تملمه وكتولي مبرمره مزيان المهم لي زامي داكشي غادي مزيان الدجاج غادي مزيان ضقت شويه جا بنين هو صافي فاش غادي الطغمره غادي تكمل غادي نوريكم كيفاش الدجاج زوين هو صافي داكشي ساهل جربوه جربوه ردوا عليا الخبر جربوا الصوت ديالي ضروري جربوا فين الصوت ديالي انا شفتكم صايبوا لي باط واو بدا كي شغل جبني دوكو نخلي خلي مازال تيتشي مازال والله ما الشيء غادي يجي زوين المهم البنات اللي عم عمره ما صايبه الدجاج محمر تنوض صايبه تحرقات 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 ملي عتقو 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 الدجاج تصوري ملي عندك عندك تحرقي حيد حيد شوفوا الدجاجه تحمرات كانت قريبه تحرق جاب الله عتقناها مسكينه هاو تحرقت هاد لاباك كانت غرب تشاور لينا ميري عندك تكون تحرقات من التحت باينه تحرقات المهم ما غادي نشوفها واش تحرقات من التحت ولا لا طاب الجاب كي جات بنينه صاحبت ونخليها تطبق هنا بعد شي كتحط السلطه ديال الفريز اللي صايبه تسرع عشان دابا واو شوفوا الطغميره كيف ولات ليله انا تبارك الله عليا والله شوفوا داكشي كيفاش معلق المهمة الصعبة
الله الله يا ربي يا ربي تنالي نالي غير شرش خاتي قريب قريب الطبخة بشوية 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 الله 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 اوبلا او لا لا خلو دري دري الطبخ فوق الدجاج او لا لا او لا لا او لا لا ما عرفتكش ما عرفتكش خويا دير التغميره فوق الدجاجه علاش باش تزقيها واحد الشويه راه ناشفه اجي باش انا نحيد هاد الحامضه باش دير خلي الحامضه هاد في خيط هادش مين 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 كاتش من يديك حسن لك فك اللبقة ولا مخاك تدير النبقة وش نرى دي كيرا بشي فيلم مخاك تدير النبقة والنبقة كدير عصيمة طب حين حين خمال حساب كوكو تصافي طب خمال الحساب كاين الخبز ما كاينش ايه الخبز كاين كاين التليفون جنة تبارك الله عليا دابا غادي نمشيو نذوقو وغادي نقول لكم داكشي كيفاش جا المهم الصراحه راه بنين 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 شوفوا الضغمره مزيان كي جات ميري ميري ما عرفتش راسي ميري اي درت دجاجه محمرة درت دجاجه محمرة انجاز حققته شوفوا انجاز ديالي كنصورهم لكم خلينا نسمع المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الطبله ديالنا سلمى فرحانه بزاف شوفوا هادشي كيفاش جا ركزوا ركزوا على هادشي مزيان كيف الصحة حبيبتي فين هي فاتي باقا في الكوزينة هاي فاتي خلي ولد فرحانة فاتي وهي قطي البانة المهم هادشي راه جابنين اجي نجيو طوقو وقولوا لي زيدو زيدو غندقو على المباشر ما كندق كنشوف واحد الشوفة باش كندق حنا دقنا قبيلة من الكوكو كي جاك نعلنك انا بغيت نعلنك بغيت ما كنشكركش بنين مريعة مريعة مين خوان عشان نكوب من شو ما يكتموت على الماكلة تبغى مكموش على الماكلة يكتب تكاكا موت على الماكلة ودم عجبو حال يمشي الحالة شو دي صابونا مواجه سوي قامصة شو واحد عيش كي موت واحد دوق باسنو ديالو الحالة مهم لي زامي شوفوا التبصيل كيفاش ولا زيرو دغميرة كافي والو بقات هاد الدجاجة مسكينة الدجاجة بقات شنو بقات أصدر حيت أنا مكناكلوش الدجاجة أصدر إيوا كي جيتكم أصحاباتي جيتي مهائلة إيوا المهم بصحتكم وراحتكم وما تنساوش لي زامي إلا عجبكم هاد الفيديو تبارطاجيو مع صحابكم وتخليو لايك وتابوناو باش نديرو لكم بزاف كفيديوهات و كديري تشيل كتهضروا كديري معاك خاوتو كديري معاك واش كديري وصافي وكنبغيكم بزاف وشكرا على لي ميساج ديالكم ودخلوا عندنا انستغرام